كنا نتحدث عن مشعل فواز سجل على الجهرة والشباب واليرموك والساحل وثنائية في مرمى العربي. هنا محاولة بتوصل ويحطها، الله، ضربة جزاء، ضربة جزاء. محمد العنزي، محمد العنزي يتعرض لدفعك مثل ما نقول بالكويتي اندز، ما هي واضحة بشكل يعني ظاهر، لكن هنا هي دفعة خفية ولكنها بلمح البصر. والله عاد هذه الزاوية يمكن تجيبها، هذه الزاوية يمكن تجيبها. للإعادة في البطيء لها علاقة في تغيير القرار. نشوف الإعادة، شوف شوف هي اللي، شوف الإيد اليمنى، شوف الإيد اليمنى، شوف الإيد اليمنى لمحمد الهدهود. وهذه اللقطة في، والله هي فيها دفعة، هي مهي خالية، لكن تقدير حكم المباراة إذا كانت الدفعة تستحق. والهدف الأول ممكن لنادي النصر، بتلعب وجول، جول نادي النصر يسجل عبر محمود البحر، يبدو لي بيسجل أول الأهداف من نقطة الجزاء. إشهاب كنقوني حاول واتجه بنفس الكرة ولكن بنفس الاتجاه، ولكن الكرة دخلت في المرمى. نشوف طبعا الإعادة والهدف اللي جاء، وبالتالي أول الأهداف لنادي النصر يسجل مشعل فواز. مشعل فواز يسجل إذن أول الأهداف، مشعل فواز لفريق نادي النصر من نقطة الجزاء. مشعل اللاعب اللي سجل 8 أهداف، هذا الهدف التاسع إذن اللي سجل ثنائية في مرمى العربي وهدفين في كاس سمو الأمير. نحن نتحدث قبل 9 أو 8 دقائق تقريبا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. الكرة راح تتنفذ الآن وتلعب وتمر، خطيرة مشاري ويحطها وجول التعادل، جول التعادل. مشاري العازمي بيحول الكرة بشكل جميل لأليكس ليما، وأليكس ليما من لمسة واحدة بيحولها في المرمى وجول. جول، جول أليكس، أليكس بيحط الكرة في المرمى. مشاري لعبها له ومشاري بيحولها إلى أليكس ليما، اللاعب البرازيلي اللي غاب عن الكثير من المباريات بداعي الإصابة. كاهو يرجع، ها هو يرجع، يرجع ويرجع لنا. يا سلام، لمسة، لمسة سهلة ولمسة حلوة. شوف 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 اللقطة وشوف اللعبة وشوف الكرة بهدوء الحقيقة، بيحطها بالمرمى ويسجل هدف التعادل الغالي، هدف التعادل الغالي لفريق نادي كاظمة. شوف 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 على طول، هي العبرة بلمستها، بذكائها. الكرة بترسل في مكان سليم، ما زالت الانطلاقة تغيير اللعبة الآن في شكل جميل من الرقاعي يلعبها، ويحاول الآن نصر الفرج والرقاعي، والله يبعدها الدفاع وإبعاد خاطئ. ترجع مرة ثانية، خطيرة وتسديد، الله طلال الفاضل، يا 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 سلام، يا سلام على هذه الكرة طلال، خارج المنطقة بيحطها في طريقة رائعة. الله على هذه الكرة، ما تنصاد. طلال الفاضل يعطي لسعة برا المنطقة ويسجل واحدة من أحلى الأهداف في دورينا، أحلى الأهداف في دورينا. شوف اصطدمت بالقائم وبالعارضة وبظهر حارس المرمى ويأتي الهدف، الهدف الثاني من تسديدة قذيفة رائعة. يا سلام، لولبية نازلة مخادعة تماما لحارس المرمى أحمد عادي اللي حاول فيها واللي أعطاها جمال بهذه الارتقاء وبهذا الارتقاء الجميل، لكنها راحت واللي دخلها قدم حارس المرمى بعد ما اصطدمت بالعارضة. اللمس والاحتكاك هذه جزء لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الدفع هو الشغلة اللي تستحق يعني نقول ضربة جزاء أو خطأ. هنا محاولة ورائعة هي الكرة، والله جلاد نادي النصر يعود، فابيانو يعود، جلاد نادي النصر، جلاد فريق السابق يسجل هدف في مرمى نادي السابق، ودائما ما يسجل على النصر ويظهر. الله، هذا اللاعب المحترف اللي يعجبك،
هذا اللاعب المحترف اللي يطربك في أداء. شوف المرور هذا اللاعب البرازيلي، شوف 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 ثلاثة مدافعين وحطها بالزاوية البعيدة، ويا سلام يا فابيانو، يا سلام يا فابيانو. قلنا هذا اللاعب راح يعاني مع كاظمة في بقائه ضمن صفوفه فيما انتهى، فيما إذا انتهى عقده مع النادي. شوف شوف السرعة، شوف اللعب في زاوية، والله ضيقها على نفسه ولكن وسعها بالأخير وحطها في المرمى. ضيقها على نفسه ولكن قدر أنه يوسع نطاق التسجيل ويحطها بالزاوية البعيدة.